تنعقد فعاليات البطولة العربية 15 للرماية وبطولة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك العالمية لرمايات السيدات، ويشارك في البطولة عدد 400 رامي ورامية من 15 دولة عربية. فرصة البطولة فرصة كبيرة جدا، احنا عندنا البطولة العربية وبطولة أخرى بطولة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للسيدات وبطولة التارجت سبرنت للدولية للرماية. احنا عندنا النهارده 3 بطولات في آن واحد، وبالتالي احنا عندنا كم كبير من المشاركين، ودي في حد ذاتها يعتبر نجاح للرياضة المصرية، نجاح للرماية المصرية، ويمكن ده طبعا احنا عندنا دعم كبير جدا من الوزارات السيادية، وزارة الدفاع، وزارة الداخلية، وزارة الشباب والرياضة، وده يمكن من أهم الأسباب والعوامل اللي بتساعدنا على إنجاح استضافة هذه البطولة. لسه جايب 2 ذهب في البطولة العربية من شهرين في الإمارات، فردي فريق، وذهب في فريق أول في البطولة الأفريقية في الجزائر، وسيلفر برضو في البطولة الأفريقية في الجزائر. لعبة الرماية أغلبها لعبة يعني مينتال جيمز، لان ممكن اللاعب كلمه تفرق معايا، ممكن فيس يفرق معايا، فهي اللعبه التمامية يعني هاو تو كنترول يور سيلف، يعني او انت ازاي تقدر تسيطر على دماغك. وهنا ما شاء الله الفريق المنتخب المصري معاهم الكوتش الاخصائي النفسي دكتور محمد عبد اللطيف، وما شاء الله عامل معاهم شغل كويس جدا، ويعني عدى معاهم حاجات كتير مع كل لاعب، كسر معاه كذا رقم شخصي. انا حصلت على كذا مره جمهوريه، ومرتين عرب، ومره افريقيا، وشاركت في الاولمبياد، وكنا من اسبوعين في هولندا بطوله هولندا المفتوحه، عملت تاني الحمد لله. وانا هنا بلعب ضغط هواء 10 متر، في طبعا 50 متر و10 متر و25، بس انا بلعب 10 متر والحمد لله عملت اول. تأتي البطولة في إطار الدعم الكبير الذي توليه الدولة المصرية لكل الاتحادات الرياضية، لكون مصر أصبحت جاذبة لكل الأحداث والفعاليات الرياضية، وذلك تأكيدا على مكانة مصر المرموقة. يعني التقرير رصد مع حضراتكم مجموعة من ملامح هذه البطولة، اللي أنا بشوف طبعا أنه بأكد الكلام أنه مصر أصبحت الوجهة المهمة جدا للعديد من الرياضات، مش بس كرة القدم، ولكن كمان عندنا مجموعة من اللعبات الفردية اللي احنا يعني بنحقق فيها مراكز كبيرة جدا وعلى المستوى العالمي وليس المحلي فقط. خلوني أرحب بضيوفي هنتكلم عن هذه البطولة. برحب بالكابتن أمجد حسين، مدرب منتخب مصر للناشئين رماية، واللي يمكن النهاردة خاض هذه البطولة مع نجوم وأبطال وبطلات هذه اللعبة. برحب بحضرتك كابتن أمجد، أهلا وسهلا بحضرتك. وطبعا معانا اللاعبه البطله فريده درويش، بطله مصر والعرب وافريقيا، واللي شاركت في بطوله الشيخه فاطمه للسيدات الناشئات. اهلا وسهلا بحضرتك، يعني الف مبروك. وابدا مع حضرتك كابتن، كلمنا عن بطوله الرمايه اللي اقيمت في 16/2 الماضي. هو نظم الاتحاد المصري للرمايه، خد حق تنظيم البطوله العربيه 15 للرمايه، دي البطوله رقم 15 اللي على مستوى العربي، يعني خد حق تنظيمها من 16/2 ل 27/2. كان فيها 13 دولة مشاركة، دولة عربية، كان فيها 350 رامي مشارك على مستوى الايفنتات. احنا عندنا ايفنتات بندقية، شامل بندقية ضغط هواء وبندقية رصاص، عندنا مسدس شامل برضو رصاص وضغط هواء، عندنا خرطوش تراب وسكيت. فالحمد لله مصر حققت مركز كويس وحصلت على درع البطوله. انا كمدرب منتخب ناشئين شاركت باتنين ايفنت، البندقيه ناشئات ضغط هواء والبندقيه ناشئين ضغط هواء، الحمد لله قدرت اتحصل على المراكز الاولى، المركز الاول في الاتنين والميداليه الذهبيه، وحققت 3 ارقام فرديه. فريده خدت اول بطوله عربيه واول الشيخه فاطمه، وعندي اللاعبه ندى خدت تاني الشيخه فاطمه، لعيبه عندها 14 سنه اللاعبه ندى ديت، انا بعدها لاولمبيات الناشئين في السنغال بعاصمه دكار سنه 2022. طبعا الاتحاد المصري طبعا هو بيهتم بالناشئين جامد جدا، وعامل معسكر مفتوح للناشئين استعدادا لاولمبيات الناشئين في سنه 2022. عندي من سن 2004 ل 2007
طبعا ندى انا قلت ادخلها، ندى حافظ لعيبه واعده، قلت ادخلها البطوله دي تاخد خبره واحتكاك، وطبعا كانت عند حسن ظني جابت رقم ما شاء الله جميل وحققت الميداليه الفضيه وهي ليها مستقبل واعد. بتشبهني طب بتشبه يعني بتفكرني فريدة وهي لسه صغيره يعني هي مثل اعلى ليهم ودايما بتحتوي اللي هم اصغر منها تحتويهم ومثل اعلى ليهم وتتمنى انهم يبقى زيها. يعني انا هاجي لحضرتك كابتن امجد لانه عندي اسئله كتير في يعني لعبه الرمايه ولعبه الرمايه، لانه يعني اسئله كتيره جدا عندنا من سن كام بتبدا الحاجات دي كلها. لكن خليني ارحب بالبطله بتاعتنا النهارده فريده، الف مبروك على يعني الارقام اللي بتحققيها. وابدا الاول يعني كبنت كده، ايه اللي خلاكي تحبي اللعبه دي؟ وانا خالي كان بيلعب اللعبه دي ان هو صغير وبنت خالي برضو فهو دخلني على اساس اجربها. قالوا لي انت كويسه ولا كملي. فانا كنت صغيره قوي، كنت عندي 11 سنه تقريبا. كويس. فقالوا لي انا ما كنتش فاهمه قوي بتمارس الرياضه دي من 11 سنه، من حوالي 8 سنين مثلا. فدخلوني جربت. الاول بيبقى في حاجه اسمها المدرسه، مدرسه الرمايه، وبعدين الكويسين فيها بيبتدوا يتسجلوا في نوادي، والمتميزين في النوادي اللي يعني بيحققوا الارقام الاولى او الميداليات الاولى بيبتدوا يخشوا المنتخب. فانا جربوني لقوني قالوا لي انت لا كويسه مش محتاجه تخشي مدرسه، فتسجلت في نادي المؤسسه الرياضيه على طول. وهو ده اللي انا فيه لحد دلوقتي، يعني بلعب باسمه كل البطولات المحليه يعني. وانا صغيره ما كنتش فاهمه قوي اللعبه، فلقيتهم بيقولوا لي خشي فدخلت. بعدين ابتديت، يعني هي لعبه صعبه، حد يلعبها ما يحبهاش. صعبه جدا تلعبها وما تحبهاش. وانا زي ما حضرتك بتقول بنت، فما كانتش يعني من اولوياتي قوي الضرب والطبنجة والمسدس والبندقيه والحاجات دي. بس يعني دخلت لعبت لعبه لقيتها لا حبيتها جدا. وما بيجي علينا فتره بنبطل اللعبه، عارف المدمنين، ايوه نهرش بقى ونبقى عمالين بنفرك عايزين نروح التمرين. لقيت نفسها في اللعبه بالظبط، مع ان انا لعبت العاب كتير جدا جدا وكنت متفوقه فيهم كلهم. بس معرفش ليه الرمايه اللي لا هكمل فيها. طبعا الموهبه هنا هي اللي بتفرق كمان، هي الموهبه وصفات فريده اللي هي الهدوء، برود الاعصاب، الحاجات، الذكاء، دي مميزات لاعب الرمايه. طيب يعني ايه كمان بتختاروا على اي اساس؟ هو انا بيجي لي اللعيبه مثلا الاولياء امور مثلا عايز تلعب ابنها وبنتها رمايه، فبيقولي فانا بعمل لهم تيست كده في موضوع هل هو سريع البديهه، هل هو ذكي، هل هو بارد اعصابه بارده، نفسيا يقدر يستحمل الضغط اللي عليه، لان لعبه الرمايه فيها ضغط عصبي جامد جدا. لان احنا بيعتبر برضو عندنا برضو من ضمن الجهاز الفني دكتور نفسي اسمه منتال كوتش، مدرب عقلي، ان لعبتنا فنيه وعقليه. صحيح. فلازم برضو حته ان هو يقدر يتغلب على الضغوط النفسيه. تمام. كمان الضغط بتاع البطولات بيبقى مش سهل بالظبط، يطلع الطلقه في وقت معين صحيح. فحته سرعه رد الفعل، سرعه البديهه، الكلام ده بختبره بليل ده كويس، اعمل له تيست في الرمايه ماشي معاه فبختاره. اللي بلاقيه بقى مش الصفات دي مش قليله فيه، هو ممكن يلعب برضه بس مش هيوصل بنتيجه سريعه الفورم زي اللي هو عنده الصفات اللي قلت لك عليها. احنا تقدمنا كتير في التصنيف في الرمايه على مستوى البطولات. هو طبعا الحمد لله يعني الفتره الاخيره في عهد السيد اللي هو حازم رئيس الاتحاد حققنا الاولمبيات اللي فاتت مراكز خامس اولمبيات، وده حاجه جميله جدا عمرها ما اتحققت في الاولمبيات. عمرها ما اتحققت في يعني طول حياه الرمايه. انا عايز بس اوصل للساده المشاهدين ان احنا بنلعب يعني ارقام قياسيه وبنلعب ابطال في اللعبه دي بالظبط، يعني ان احنا نوصل للخامس ده فده انجاز يعني بالظبط. زائد ان اللعبه برضو بتعتمد على النواحي اللي لها الدعم، يعني مثلا ايه عندك اللعبه البندقيه غاليه، البدله طبعا اللي بتلبسها غاليه، الاكسسوارز بتاع السلاح غالي. فالحاجات دي كانت بتفرق معانا بصراحه. الاتحاد ووزاره الشباب والرياضه قدرت تدعمنا بالاحدث حاجه والكلام دوت، فقدرنا نحقق ارقام قياسيه، قدرنا نحقق بطولات عدن، حقق مراكز. احنا مثلا عندي فريده لسه راجعين من بطوله هولندا الشهر اللي فات، عامله رقم قياسي مصري وعربي افريقي،
ورقم شخص كمان ليها جديد وعامله حققت ميداليه فضيه هناك. كان بيلعبوها ابطال اوروبا وابطال العالم وكده بيلعبوا معاها. يعني عندي استفسار، الارقام القياسيه بتبقى في ايه؟ في عدد الضربات الصحيحه؟ هو انت مثلا انت ليك 60 طلقه بتضربهم، 60 طلقه انت بتاخد على كل طلقه 10 من 10، بتجيب طلقه 10 تاخد 10 10 لحد تبقى نتيجتك 600 من 600. كويس تمام. انا مثلا جبت 595 ماشي، جيت في بطوله ثانيه عملت 596، يبقى كده انا حطمت الرقم. حطمت الرقم اللي انا عملت 597، حطمت الرقم ثاني. فهو ده تحت تحطيم الارقام الشخصيه. طيب بدايه الاهتمام باللعبه بقى وبدايه تعلم اللعبه، السن، السن هو احنا عندنا في مدرسه رمايه في نادي الرمايه، وزي ما تقول متبنيها اتحاد الرمايه، بتبتدي من 6 سنين. يعني ابتداء من 6 سنين تقدر تمارس اللعبه، تبقى على مسند عشان الطفل بقى جسمه قليل ما بيقدرش يشيل البنديه او الطبنجه. بنلعبه على مسند، مسند بنصنعه يلعب عليه، بنعلمه ازاي التنشين، ازاي السحب، الكلام ده. فلحد ما يكبر شويه ويقدر يشيل السلاح بنشيله السلاح، بنلاقيه موهبه نبتدي نسجله في انديه، يبتدي يلعب. زي فريده كده ما جت من المدرسه، زي ما عندي لعيبه كتير جايه من مدارس الرمايه في ومش شرط في نادي الرمايه بس، في مدارس، في انديه كتير ابتدت تتبع الموضوع دوت. نادي مدينه نصر، نادي الشرطه، نادي الجيش، في مدارس كتير فيها بتطلع. نادي الصيد الدقي، نادي هواة الصيد، بتطلع من فيها مدارس بتطلع لعيبه كويسه. وكمان في حاجه حلوه جدا يعني اتعملت برضه في عهد مجلس الاداره الحالي في اتحاد الرمايه، ان قاعده الانديه كبرت. قاعده الانديه بقت فيها انديه كتير اتسجلت في الجمعيه العموميه، فبقى كتير قوي دلوقتي اللي بيمارسوا لعبه الرمايه. لو رحت الفريده، انت شاركتي في كام بطوله تقريبا؟ كتير قوي قوي. مثلا يعني انا معايا حوالي 6 او 37 ميداليه ما شاء الله، ممكن يعني هما ب 38 39 بطوله، نقول 40 بطوله. يعني لا كتير. يعني من 11 سنه لغايه دلوقتي انت ما توقفتيش عن اللعب ومستمره. يعني انت ايه نوع السلاح اللي بتلعبي عليه؟ لان انا عارف ان هما يعني انواع كتير. لا انا بلعب 10 متر ضغط هواء، في 50 وفي 25 تقريبا. في يعني في كذا، انا بلعب 10 متر ضغط هواء. طيب كلميني عن الميداليات كده، جزء من البطولات اللي انت اخدتيها. احنا كنا زي ما الكابتن قال لحضرتك، كنا الشهر اللي فات في هولندا، فدي دي الفضه اللي هي دي. ايوه دي لا لا دي 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 بطوله هولندا اللي اخدت دي بتاعه هولندا. دي فضه وعامله فيها رقم شخصي وقياسي مصري وعربي. ده رقم شخصي جديد، شخص جديد ومصري وعربي وافريقي. جميل. طيب على مستوى الناشئه ودي دي ذهب البطوله العربيه. ودي ذهب فريق. ودي ذهب فريق. في اتنين من زمايلها معايا كفريق، هم عملوا فريق اول. جميل. يعني عندي سؤال، ضغط 10 متر، ضغط 50 متر، يعني ايه؟ بيبقى الهدف على بعد 50 متر. هو احنا عندنا لعبه البندقيه عندنا 10 متر، 50 متر، 300 متر. 300 متر. ال 10 متر دي ضغط هواء بس. ال 50 متر رصاص حي عيار 22. منها بندقيه رائد وبندقيه يعني الوضع رائد. والوضع ثلاث اوضاع، رائد، واقف، مرتكز. وعندك البندقيه بقى اللي هي 300 متر دي بندقيه كبيره عيار، عيار كبير شويه. دي برده ثلاث اوضاع، رائد، واقف، مرتكز برده. دي بيلعبها عامة يعني بيلعبها برضه فريق قومي والمحترفين بقى. محترفين. الكبار. بيبقى رجال. بيبقى رجال. تبقى في بطولات عالم مفتوحة ممكن المرأة ما اقتحمتش المجال ده أكيد. لا في في بس بطولات عالم بتلعب في بطولات عالم مفتوحة بس. بس دول خطر يتعلموا السلاح دول. على فكرة في اللعبة بتاعتنا البنات أحسن كتير جدا من الولاد. في الرماية. بيتميز فعلا السيدات على الرجال. جدا بقى في كل الإيفنتات على فكرة. كلها يعني. طبعا. ماشي تحيز بس. لا والله ده بجد ده حقيقي. لا هم المره صبر البال عندهم اطول اطول. يعني فكره التحكم هنا في الاعصاب بتفرق قوي مع الرامي. بالزبط. مش كده؟ بالظبط. ان هو امتى يفكر وامتى يطلع او يدوس على الزناق عشان يقدر يطلع يصيب الهدف، صح كده؟ تمام كده. دي بتحتاج عامل نفسي قوي جدا يعني. هي البطوله القادمه ان شاء الله فين واستعداداتنا ايه كابتن امجد؟ احنا ان شاء الله عندنا بطوله عالم في زول في المانيا في شهر 7، دي بطوله عالم مفتوحه. ان شاء الله يعني احنا في معسكر مفتوح
بنستعد ليها ان شاء الله. اتمنى فريده تحقق رقم شخصي جديد ان شاء الله. لان انا مسميها لعيبه الارقام الشخصيه هي. الارقام القياسيه بتحب تكسر دايما الارقام بتاعتها فاتمنى انها تكسر تاني الرقم وتحقق ميداليه في بطوله العالم المفتوحه في زول. وعندي طبعا في معسكر مفتوح للناشئين اللي هم تحت 16 سنه المواليد 2003 2007، دول عشان اولمبيات الناشئين في دكار في السنغال 2022 ان شاء الله بالتوفيق يا رب. فريده عايز اعرف الرياضه دي علمتك ايه وطموحك ايه فيها؟ هي يعني علمتني ان انا اقدر اعمل اي حاجه تحت اي ضغط، لان طبعا انت مثلا في المدرسه او في الجامعه، انا بلعب من وانا في المدرسه ولما دخلت الجامعه، فممكن يبقى جاي عليا وقت عندي امتحانات وفي نفس الوقت عندي بطوله مهمه جدا، فيا ذاكر يا اتمرن. فانا يعني غصب عني تعودت ان انا اذاكر وانظم وقت غصب عني طبعاً. لازم، لانه الرياضه بتنظم العقل لوحدها يعني، فبالتاكيد تقدري كده بس يعني في فتره الاولمبيات انا شاركت في الاولمبيات 2018 في نفس الوقت كان عندي ثانويه عامه، فالمفروض ان انا اسافر الاحتكاكات اللي كانوا بيسافروا دلوقتي ايه بقى اداب انجلش دوت قاهره عظيم يعني نورتوني وبشكركم شكرا جزيلا كابتن على كل مجهوداتك الحقيقه، وبالتاكيد كلنا بنتفق ان احنا عندنا هدف واحد بس، هو ان احنا نرفع اسم مصر في المحافل الدوليه، وده بتفرق معانا جدا طبعاً. كمان اداء الرياضي بيختلف تماما عن اداء الشخص العادي اللي ما بيمارسش اي رياضه. كابتن فريده نورتيني بطلتنا النهارده في مصر جميله، كل التحيه والتقدير لحضرتك. اهلا وسهلا بيك. بعد الفاصل ان شاء الله مش هنروح بعيد عن الموضوع، لكن هنروحه بشكل اكاديمي، ازاي كليات التربيه الرياضيه نقدر نحافظ على ابطال والنشئ بتاعنا في المرحله القادمه باذن الله، لان ده بيؤثر بشكل مباشر جدا سواء في الاقتصاد القومي او سواء على الاسم الكبير اللي احنا بنشتغل كلنا عشانه وهو مصر الحبيبه. بعد الفاصل ابقوا معنا.